دعا السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى إطلاق برامج ومشروعات ذات بعد إقليمي مشترك تهدف إلى تحقيق المزيد من التكامل والاندماج بين الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها العسومي في افتتاح المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب جنوب تحت عنوان دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة والذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط وأكد العسومي خلال كلمته حرص البرلمان العربي على مد جسور التواصل والتقارب في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي.